بس احنا على طول قاعدين هنا، يعني انا مستغربه ان احنا اول مره نشوفك. لا ما انا ما بجيش كتير يعني حسب شغلي. هو انت بتشتغل ايه؟ مهندس ديكور. ايه ده جميله على فكره، مهندسه هي كمان. يا فعلا؟ اه بس انا مش فنانه زيك يعني، انا مهندسه ميكانيكا كده على قد. ما تصدقهاش دي مهندسه جامده جدا، مفيش عربيه ما بتصلحهاش، قديمه بقى جديده. لا ما انا جربت بنفسي الموضوع. لا مش لدرجه جامده جدا، ما تقفريش انت كمان والنبي. لا والله ما تصدقهاش، عندهم عربيه قديمه جدا تقريبا من قبل ما نتولد، وهي راسها وألف سيف ترجعها تمشي تاني. غريبه يعني ان ايه اللي غريب في الموضوع مش فاهم. ايه دي هشرح لك ايه انك بنت يعني ودماغك في الحاجات دي، عاده البنات يكون دماغها في حاجات تانية يعني. على فكره هو الموضوع ملوش علاقه خالص بولد ولا بنت، الموضوع ليه علاقه بالواحد يعني مرتاح في ايه، بيحب ايه كده يعني. خد بالك جميله بتتغاظ جدا من موضوع ولد وبنت ده. لا لا مش لدرجه بتغاظ، على فكره انا بيستفزني جدا موضوع ان البنت محطوطه في قالب واحد، يعني ما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش تتصرف كذا، يعني موضوع مستفز يعني مجنونه معلش. لا 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 تمام يعني، مثلا عندنا باشمهندسات في الشغل ب 100 راجل يعني. شفت اديك قلت على ست شاطره انها ب 100 راجل، طب ليه ما تقولش ان الراجل ده مثلا ب 100 ست؟ اه لا دي مجنونة فعلا. قلت لك مش هتعرف تسلك معاها. هو انا مش بكلمك بقالي ساعة؟ مين الهوانة؟ انا اسفة جدا على اذنكم، تعالي يلا يا مريم. جميلة. لا 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 ثانية واحدة خلاص. اشتني قوي على فكرة. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.